يوم أمس كانت هناك وقفات هنا في قطاع غزة الذي يواجه الحصار وإجراءات صهيونية مشددة كذلك، لكن كانت وقفات للفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحذير من مغبة هذه الإجراءات الصهيونية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. التوقعات بأنه ستكون هناك فعاليات، لكن هذه الفعاليات دعنا نكون صرحاء لن تعدو كونها اعتصامات ومناشدات هنا وهناك للمجتمع الدولي للتدخل. في النهاية أفضل طريقة لنصرة الأسرى من سجون الاحتلال وهذه قناعة باتت لدى الجمهور الفلسطيني هي عمليات تنفذها المقاومة الفلسطينية، تأسر من خلالها جنود الاحتلال وتقوم بعمليات تبادل وتنهي معاناة الأسرى بالكامل بهذا الشكل وبهذا الشكل فقط.